رحب فيكم من جديد بهالحلقة من برنامج افتح قلبك، وبرحب كذلك من جديد بضيفنا الأخ إبراهيم. الأخ إبراهيم من البحرين، شرفنا بعد ما دعا شخص حابب يقول له شيء مهم جدا. نعم. بقى الأخ إبراهيم خايف من الإحراج. أنا بدي أقول لك أبو عيسى أنه ما في إحراج. أي صفة صار أبو عيسى؟ إيه؟ أنا أبغيها يعني. إيه قالوا لا من قال لك يعني؟ لا قالوا لي المعلومات، سألنا عنها. لا أنا لازم أعرف المعلومات. ليش شلون صرت لكم يعني في نحن ما في عنا معدين وفي عنا ناس كيف دعيوا معدين إحنا بنعتبرهم، أنا بعتبرك جاسوس علي يعني. أنا جاسوس علي؟ لا مو أنت اللي وصلك ليش المعلومات. مش صحيح كلامك؟ هو صحيح بس مو اختصار، هي خصوصياتي أنا. طيب شلون وصلت يعني؟ طيب لا نحن في عنا فريق أعداد، ولما اتصلوا فيك ودعيوك من البحرين كانوا عارفين من أنت، وعارفين شو عندك أولاد، وعارفين إنه عندك ولد وحيد زي ما قلت لي اسمه عيسى. بتحب لك إبراهيم؟ بقول لك إبراهيم. لا 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 أنا ما بحب يكون، بس بيكون شلون وصلت هالمعلومات. لا ما نحن عنا طبعا هالشخص اللي وصل المعلومات هذا قاعد يتابعني يعني. طبعا هذا البرنامج نحن نقوم بإعداد وبدراسي، هيك بندعيك هيك فجأة بنقول لك والله اخترنا السيد إبراهيم من البحرين، تفضل شرفنا على بيروت، من دون ما نعرف مين هو إبراهيم. لا ولو ما أنت مهندس بقى، لذلك ما في إحراج أبدا أخوي إبراهيم. وهذا البرنامج مش مصنوع للإحراج، مش لإحراج الناس، بالعكس نحن لتسهيل علاقات الناس والبشر بين بعضهم، وبكل ثقة ومحبة نحن بنتعامل مع الناس. بقى بتحب تشوف مين الشخص اللي دعاك؟ طبعا أحب أشوف من الشخص. إذن تفضل طلع بالشاشة اللي أمامك. والله ما شارفني أعرف هاي، ما أعرف هاش. ما عرفتها؟ ما أعرفها. تغير فيها شيء؟ والله متغير فيها أشياء وايد، ممكن يكون بنتي بس ما لي علاقة مع شرف. ما تعرفها؟ بنتي تكون. ممكن تكون بنتك. هي في شبه منك. طبعا هي في شبه منك. طبعًا. انا يعني لما شفتك سبحان الله يعني. طبعا تشبه. طبعا بتحب تسمعها؟ لا ما احب اسمعها. انت قاسي؟ مو قاسي. مو قاسي. بس ليش يكون الاحراج في امام جمهور يعني؟ احنا مش قصدنا نحرجك ابدا. بس هي طلبت لانه الظاهر ضاقت معها الحيل، عايزه تكلمك، عايزه توضح لك موقفها، عايزه توضع حد لي يمكن مأساة هي عايشتها من 10 سنوات. بقى وثقت فيني انا ووثقت بهالبرنامج، واعتبرت انه انت حيكون قلبك واسع ويكون صفحت شوي عن الماضي، بعد الماضي صار عمره 10 سنوات. لذلك هي بملء الثقة حبت تجي لهون وتدعيك. بقى لذلك انا اللي 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 بحب اقول لك اياه انه ما فيها احراج، وهذا البرنامج مصنوع لإعادة العلاقات الطيبة مع الناس وخاصة مع الاهل. هي بنتك بس عم. في شيء خصوصيات انا ما متقبلها يعني. مش حنحكي بالخصوصيات، بس في عواطف. نحن ما اترك الخصوصيات. لا انا مو مستعد يعني. طيب انا بدي اسالك سؤال، هل قد انت جرحك كبير؟ مش راح تصفى على الماضي؟ طيب صعب. اذا الدين بيعلمنا التسامح، واذا الله بيبشرنا بالتسامح، انت بدك تضلك ماشي هيك يعني؟ انا مش عم ما بضل ماشي هيك بكس، بس اي شيء خصوصياتي انا ويا العائله شيء صعب ان اصلح يعني. انت جيت من البحرين الى هنا، وهذه الفتاه هي الست السيده ابتسام طلبت انها تشوفك لانه عندها حرقه في قلبها، انه بتشوفها بالباركينج تبع السيارات ما بتسلم عليها، بتقعد تبكي. شوفها من الاحراج. انا قالت لك انا في الباركات ما اسلم عليها. شنو هاي؟ شنو هاي يعني؟ بسلمت عليها؟ شنو هاي يعني يكون يعني؟ هيك يكون ان هي اباحت باسراري باللي يعني. طب بدك تخلي القصه هيك؟ لا ما خلي القصه هيك، بس بكلامك انا ما احب هالشيء. سامحني يعني رجاء. سيدي حقك يعني. شو بدي اقول لك؟ عذرنا. مش قصدي يعني. عذرني
بقى ما بعرف انت القرار لك، ما بدك تسمعها، انت حر. انا مو اصبح اصبح عادي يعني، ما سلام عليكم سلام، بس انما بتجي تقول لي سامحني على اللي صار شيء يعني، ولا عادي بنتي بنتي مهما كان يعني، بس ما لا يمكن يتقول لك انه بتبقى تشوفها مثلا، او انه تشوف او تعرف اولادها، صار عندها اولاد، مش عارف ما لي علاقه فيهم انا، صار عندها اولاد، صار عندها بنت، صار شيء ما لي علاقه فيها شيء. انا من بدايه الامر كنت ناهي الامر يعني هالشيء بهي الصوره يعني، مالي خلي حاله وخلي في حالي، خلاص انتهى الموضوع. هيك بدك تخليها، بس انا مش رح لحي عليك اكثر من هيك، ولا رح احاول اقنعك، بس على كل حال تعرفنا عليك. شكرا. وجيت زرت لبنان. وشكرا. واهلا وسهلا فيك. جزيلا جزيلا. ويا سيدي فكر فيها بعدين، اذا حبيت انت بعدين ترجع تصفح منك لإلها خلاص، وتكلمها وتشوفها انت، هالواجب لا تاخذنا. شكرا يا استاذ. شكرا. افتحوا لنا الستار. ابتسام تفضل. كنت عارفة انت سلف؟ ها كنت عارفة. ايه يا ستي، يعني انا فعلا اسف، اسف على اللي حصل، ما كان بودنا انه نحرجه لوالدك، بس انت حبيتي هالشي. شو شعرتي هلا وعم تكلم؟ حسيت ودي اني اكلمة، حسيت ودي اني احضنة. كانت محاولة، كانت محاولة، ما بعرف، إن شاء الله بعدين بالبحرين تقدروا تتكلموا مع بعض. بتأسف إنه ما قدرت أعمل لك شيء. لا أوكي. تشرفنا معرفتك. أنا أكثر. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. تفضل. بنروح هلا على قصة جديدة ونشوف مين ضيوفها.